مرحبا بكم. بعدما عرفنا في الحلقة الأولى المواقع الإلكترونية ومواقع الويب، وكذلك أخذنا لمحة موجزة عن لغات البرمجة، وتحدثنا بعد ذلك عن طرق برمجة المواقع الإلكترونية، دعونا الآن نأخذ لمحة بسيطة عن منصة بلوجر. بلوجر هو نظام نشر مدونات إلكترونية، أي أنه منصة يمكننا من خلالها أن ننشئ مواقعنا الإلكترونية. هذه المنصة تمتلكها شركة جوجل منذ عام 2003، ويستضيف بلوجر المدونات على خوادم خاصة به، وتعرف المدونة المستضافة باسم نطاق فرعي من blogspot.com. فمثلا لو اخترنا اسم education، سيكون نطاق مدونتنا education.blogspot.com إذا لم تكن طاقة حال education محجوزة مسبقا. ويمكن استضافة المدونة على نطاق خاص يمكن شراؤه من إحدى مواقع تسجيل النطاقات، أي أننا يمكن نختصر اسم education.blogspot.com إلى نطاق خاص يكون باسم مثلا education.com فقط، وكما أشرت إذا لم يكن محجوز مسبقا. وهناك عدة مواقع تمكننا من ذلك، وهي مدفوعة وعلى رأسها موقع جودادي، وكذلك موقع بلو هوست، وموقع نيمشيب، وغيرها من مواقع بيع النطاقات، والتي يمكن أن يبدأ ثمنها من أقل من $1 في السنة إلى آلاف دولارات في السنة حسب اسم النطاق ومدى شبيته. ولكن نحن في هذه الحلقات الخاصة ببرمجة جريدة إلكترونية عبر منصة بلوجر سوف نبحث عن المجانية. ما هي مميزات منصة بلوجر؟ الميزة الأساسية أنها مجانية 100%، يمكن استخدامها بدون دفع أي فلس، عكس منصات تدوين الأخرى التي تتطلب منا دفع بعض المال للاستفادة من خدماتها. كما أن منصة بلوجر سهلة الاستخدام، ليس بالضرورة أن تكون ذات تجربة في التعامل مع لغات البرمجة أو حتى منصات برمجة مواقع الإلكترونية حتى تتعامل معها، فهي تصلح للمبتدئين والمحترفين معا. كذلك منصة بلوجر مربحة، فهي مرتبطة بخدمة جوجل أدسنس التي تمكنكم من وضع إعلانات في مدوناتكم الإلكترونية، وبالتالي الاستفادة منها لتحقيق الدخل. كما أن منصة بلوجر قابلة للتطوير، أي أنها ليست متشابهة لدى الجميع. يمكن أن تنشئ مدونتك الإلكترونية أو جريدتك الإلكترونية أو موقعك الإلكتروني بشكل مميز عن المدونات الأخرى، وسوف نرى كيفية فعل ذلك في الحلقات اللاحقة. كما أن مدونة بلوجر هي آمنة، ويكفي بطبيعة الحال أن نقول بأنها تابعة لجوجل لنعرف مدى الأمن الذي توفر هذه المنصة، لذلك لا داعي للخوف من ضياع محتويات مدوناتكم أو حتى اختراقها. ويكفي أن بلوجر أيضا توفر إمكانية تخزين كل المعطيات الخاصة بكم لاستعادتها عند الحاجة. إلى هنا تكون هذه الحلقة قد انتهت، لنتعرف في حلقة لاحقة عن طريقة التسجيل في هذه المنصة. دمتم في أمان الله.